نهدف من خلال إبرام هذه الاتفاقية إطار إلى تحديد مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، والتي يمكن التذكير ببعضها على سبيل المثال لا الحصر، والمتمثلة فيما يلي: إثراء المدونة الوطنية للتخصصات التكوين والتعليم المهنيين من خلال إدراج تخصصات ومهن جديدة ذات العلاقة بمهام المديرية العامة للجمارك، تبادل الخبرات والتجارب في مجال المقاربات ووسائل الدعم البيداغوجي والتعليمي بين مؤسسات كلا الجانبين، المساهمة سويا في تطوير كفاءات المكونين والمؤطرين، التصديق على الكفاءات المهنية للعمال على أساس خبراتهم المكتسبة، وتوفير أيضا التكوينات اللازمة لتحسين مستوى مستخدمي المديرية العامة للجمارك، واستقبال متمهني قطاع التكوين والتعليم المهنيين لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للجمارك.